السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير كتبت ازاي نشرح شخصية على كاركتر دوت اي اي. طيب كاركتر دوت اي اي هو موقع بيخليك تتكلم مع الشخصية اللي بتحبها. مثلا انت بتحب مثلا احمس او الثاني او كليوباترا، فهيخليك تتكلم مع شات جي بي تي، وشات جي بي تي هو اللي هيكون الشخصية دي من خلال معلومات عن الشخصية دي. يعني هو مش بيعمل احياء للموتى والعياذ بالله، بس هو مثلا انت تتكلم مع رمس التاني فهتقول له قول لي معلومات عنك، فيقول له طب مين اولادك، فيبدا يدور ويجيب سواء بقى المعلومه صح او غلط. هو بيبدا يشوفها من كتب التاريخ. هو مش بس شخصيات تاريخيه، ممكن تختار شخصيات حيه، ممكن تختار لعبه، تمام؟ يعني ده صور ماريو او ماريو، زي محمد التاني، سليم الاول، وهكذا. وممكن تقول مثلا عايز اقعد مع شخصية خاصة بعالم نفس، كأنك دخلت على شات جي بي تي وقلت له يا شات جي بي تي انا عايز ادردش معاك، لكن في الحالة دي انا عايزك كأنك راجل متخصص في التاريخ، وتبدأ ان انت تكلمني اي سؤال اسأله لك ايا يكن اجابة عالم من علماء التاريخ. طيب خلينا دلوقتي اقول له كرييت. بيقول لك انت عايز تعمل شخصية ولا غرفة ولا بيرسونا؟ طب انا عايز اعمل شخصية. طيب ايه الشخصية اللي انت عايز تعملها وقول لي معلومات عنها، تمام؟ مثلا اخترت البرت اينشتاين، خلاص هتكتب هلو اي ام البرت اينشتاين، انا ولدت في كذا كذا كذا. خلينا نختار مين، خلينا نختار خوفو، وتقدر تخليه بالعربي او بالانجليزي زي ما انت عايز، تمام؟ فهو اوتوماتيك اي ام خوفو. وبعد كده تبدأ بقى ايه تدي معلومات عن خوفو، تمام؟ وممكن تقول له enable image generation for this character، وممكن تحط له بقى افاتار او تختار صورة ما عندك. create image بيدخلك على الذكاء الاصطناعي وتكتب له اي حاجة ويبدأ يعمل لك الشخصية، والموضوع كان ظريف يعني، تمام؟ انما انا عايز ارفع صورة عشان نلتزم بالشكل بتاع الشخصية التاريخية. ده التمثال الوحيد، وهو تقريبا قد كف الايد، وموجود في المتحف المصري اللي هو في ميدان التحرير. هتقول له كريت اند شيت، تمام؟ وتقدر تقول له ايديت وتبدا تضيف معلومات هنضيفها بعد كده ان شاء الله، ماشي؟ اهو اول ما حد يكلمه هيبدا ان هو يقول له انا خوفه، ويبدا يجيب له معلومات عنه. ممكن بقى تقول له ايه عرفني بأسرتك، هيبدأ بقى يجاوبك بشكل حلو. قال لك ابويا فلان وفلان واسم العائلة والحاجات دي كلها. لاحظ ان انا ما اديتوش البيانات دي، هو بدأ ان هو ايه يجيب المعلومات ديت، ماشي؟ طيب ممكن بقى تسأله ما ارتفاع هرمك. خلي بالك المعلومات دي مش شخصية، هو بيقول لك اهو everything characters say is made up، ده مش حياتي. فيبدأ يجيب لك معلومات عن الهرم، فكده انت عملت شخصية. ابدأ بقى اعمل ايه اكتر شخصيات انت بتحبها في التاريخ، بحيث لو انت عايز تتكلم معاه في اي لحظة تقدر انت تدخل تتكلم معاه. الناس الاجانب تقدر انها تدخل تتكلم معاه. الفكرة جميلة، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. طيب بعد ما عملنا القصة دي ممكن تيجي هنا وتقول له create post، وتبعت للناس save and start new chat، سيف الشات ديت. انت عايز مثلا character profile اهو خوفو. طيب انا اللي عامل الشخصية دي، فممكن اقول له edit character وابدا بقى اضيف معلومات، ماشي؟ ممكن ديسكريبشن وهكذا، كاتيجوري عايز تحطه فين، مثلا في الهيستوري، مثلا الايمج ستايل، الفيزيبيليتي الناس كلها شايفاها ولا انت لسه هتعدل في حاجات فخليه خاص بيك. ممكن تحط بعض المحادثات اللي موجوده قبل كده، ممكن بعض الصور، حس انها ايه تبقى ادفانسد، يعني ممكن تخليها مخصصة اكتر او تدخل بعض الداتا، بحيث لو
حد عايز يستخدمها يلاقي بيانات جاهزة مثلا. هو كده مفتوح على شات جي بي تي، بيبدأ ان هو يسأل ويبدأ يرجع لك بالإجابة على طول. فمبروك، انت عملت الشخصية بتاعتك دلوقتي.